تمزق بن طالب. ماذا؟ تمزق بن طالب. حاول أن تخفيه بقميصه. صباح الخير. صباح النور. درسنا لهذا اليوم هو للفعل الصحيح ثلاثة أنواع. السالم وهو ما خلت حروفه من الهمز والتضعيف مثل صعد قتل. أرسله لنا. شكرا. مصطفى، أريد أن أتحدث معك. تفضل. أرجو أن تمحو المشهد الذي صورته لي صباحاً وأن تتوقف عن إرساله للطلاب. ما بك يا كريم؟ إنها مجرد مسحة. أنا لا أتقبلها. أعطيني الجوال. ابتعد عني. أعطيني الجوال. ابتعد عني. أعطيني الجوال. مصطفى. كريم. توقف. هيا اتبعني للمكتب. هذا يا مصطفى، تسخر من صديقك وتستخدمه مادة للضحك بينك وبين الطلاب، وأحضرت جوالك إلى المدرسة وأنت تعرف أن ذلك يتعارض مع قوانين المدرسة. آخ منك يا مصطفى. لقد انتهى الدوام الآن ويجب أن تعود إلى المنزل، لكن تأتي إلى مكتبي غدا في الصباح لكي تنال عقوبتك. مفهوم؟ وأنت أيضا يا كريم، حتى تعرف العقوبة التي سينالها مصطفى على ما فعل. مع السلامة. عندها رآنا الموجه واستدعانا إلى مكتبي، وغدا سينال مصطفى عقابه الذي يستحق. جيد، وما نوع العقوبة يا ترى؟ قد يطلب مني الأستاذ أن أصور مصطفى بمشهد مضحك لأنشره في المدرسة، وهكذا أسترد حقي. ولكن المشاهد المضحكة تكون وليدة الصدفة واللحظة ولا تصنع مسبقا. قد يطرد أسبوعا من المدرسة. ولكن بهذه الطريقة سوف يتغيب عن دروسه، وربما يؤثر ذلك على درجاته في نهاية الفصل. هل يرضيك ذلك؟ ربما. حسنا، ولكن علي أن أقول لك شيئا. رغم أن مصطفى قد أساء التصرف، لكن يا كريم، الحقد يجر الحقد. العفو عند المقدرة قوة لا ضعف. خذ هذا بن طالق، ضعه في الخزانة.
تفضل. صباح الخير. صباح الخير يا كريم. أنا آسف لأنني تأخرت. لا بأس. ستقوم إدارة المدرسة بفصل مصطفى 3 أيام جزاء على ما فعل. أنت مفصول من الغد يا مصطفى. هيا إلى الصف. عفوا أستاذ، هل يمكنني أن أطلب منك شيئا؟ تفضل. أرجو منك عدم إنزال هذه العقوبة بمصطفى. هل تعتقد أن هناك عقوبة مناسبة أكثر؟ في الحقيقة أود أن لا يعاقب أبدا. بعد كل ما فعله بك؟ أنا أسامحه، فالحقد يجر الحقد والعفو سيد الأحكام. بارك الله فيك يا كريم. مصطفى، عليك أن تشكر كريم لعفوه عنك. شكرا لك، وأنا أعتذر عما فعلته بك البارحة. ممتاز، هيا الآن إلى الصف حتى لا تتأخر عن الدرس. مصطفى، بلغ والدك أن يحضر إلى مكتبي صباح الغد. ولكن كريم سامحني. ولكني لم أسامحك لإحضار الجوال إلى المدرسة. أخبر أصدقائك بذلك.